أنا طاهر زهير، رئيس الجامعة الجهوية للنزل بالوطن القبلي. ورئيس النزل اليوم في نابل، أنا قلت لكل قاعد تحضر في روحها للموسم السياحي اللي هو تم بدأ مش على أبواب. بحق برشا نزل تعاني من صعوبات مالية وصعوبات للاقتراب، مش لازم يحضروا الموسم على أحسن ما يرام. اما قاعدين يعملوا في انفاق باهي باش ينجموا يكونوا حاضرين ان شاء الله للموسم هذا. وهو راهو نتيجه التراكمات هذوما تاع العوامل اللي تعداوا الكل، عديد النزل اليوم في صعوبات وعندهم صعوبات باش انهم في العمل اليومي نتاعهم. اكيد بعد الازمه نتاع الكوفيد اليوم من توا بينا نرجعوا نقفوا شويه على ساقينا وباش نرجعوا نعاودوا نديماريو. فما نزل مالوغوزمون الازمه تاع الكوفيد كانت لهم قاضيه وما نجموش يرجعوا اليوم للنشاط نتاعهم. يحب ان مش نعاودوا يرجعوا هذوما، يحب لهم شويه تمويل وشويه اعانات معناها باش ينجموا يرجعوا للنشاط نتاعهم العادي. في الولايه نتاعنا حسب التقريب 20% من نزل اليوم مغلقين ولا عاملين صعوبات كبيره. الحق نتاع ربي سنة مع ولاية نابل عملنا اجتماع نسمى بكري من شهر أبريل باش نحضروا الموسم السياحي نتاعنا. دونك كل شيء بدا على بكري، البلدية بالحق متعاونين قاعدين يخدموا حملات نظافة وتحذير للموسم نتاعنا. قدرة ربي العبد الكل واقفة اليوم باش نعديو موسم باهي، كسوا الوفدين اللي جايين من اوروبا، للوفدين اللي جايين من الجزائر، والتوانسه اللي ديما يجيو يبحثونا احنا هوني في ولايتنا. والله من شهر ابريل هو تبدا نزل، من شهر ابريل مع السلاعه نتاع الصغيرات اللي في اوروبا اون جينيرال. دونك من شهر ابريل بدات تتحرك شويه، بدينا نشوف شويه سياح في الجهه نتاعنا. نجم نقولوا توا مع بدايه جوان الموسم انطلق، ماهوش كما في 2019 صحيح، اما خير برشا من العوامل اللي تعداو هذوما.